ممثل المنطقة الزميل العزيز خالد شايف، أكاد أن أكون على يقين أن العدالة فارة من وجه علي سيف العبدلي، أن الأمن فار من وجه علي سيف العبدلي، أن الحكومة فارة من وجه علي سيف العبدلي. يا أخي، الفار هو الذي مشرد حافي جاوع في الجبال، أما أن يحتل مباني رسمية عندما احتلت المدرسة وهي مبنى رسمي فارغ، ماذا كان يمنع الحكومة من القبض على علي سيف العبدلي أو التعامل معه وفقا للقانون؟ هذا الأمر إذا ضربنا مثل آخر، هناك أشخاص آخرين معروفين رفعوا أعلام الانفصال لا تبعد منازلهم عن مبنى المحافظة 50 متر، قتلوا الناس العاديين وهؤلاء لا يمكن القبض عليهم. هل علي سيف العبدلي كذلك من هذه الفصيلة؟ أنا أرجو أن نتعامل مع القضايا ليس بسياسة، تسييس الأمور في القضايا الأمنية يسقط هيبة الدولة، والدولة قائمة بالهيبة. هل يعقل أن الدولة ستعمل جندي لكل مواطن؟ لا يمكن، إنما الدولة قائمة بالهيبة. لو كان أنهم عند أول تقطع، عند أول اختطاف، استطاعوا أن يقبضوا على الجناه حاكموهم، ونحن كمجلس لا نحتاج أن نوصي بتطبيق قانون الاختطاف والتقطع، إنما نحتاج إلى محاسبة الحكومة ومساءلتها لماذا لم تطبق هذا القانون. والقضايا لدينا كثيرة، القضايا لدينا كثيرة. لذلك هذه المسألة أنا أرجو أن نوصي الإخوة خلال لا أقول أسبوع ولا أسبوعين، 3 أشهر، وإلا الأفضل والأشرف لهم أن يقدموا استقالاتهم. فهذا القاتل يسرح ويمرح في الأسواق يحاصر الأمن، وقد جاءنا تقرير اللجنة المكلفة من مجلس النواب بأنه حصل على علاوة على مرتبه وهو مطلوب القبض عليه. جاءوا وقالوا لنا هكذا زملائنا الأعضاء، قالوا في التقرير من ضمن مجموعة، هذا ما هو موجود. أنا أسأل، قبل هذه الجريمة ألم يرتكب، وأريد جواب، علي سيف العبدلي جريمة قبلها لسائق نقل قيل أنه قتل على يديه؟ جاوبونا يا إخوان، لماذا يعني وتريدون أن تقولوا لنا علي سيف العبدلي في جبال تورابورا مثل ما أيمن الظواهري وأسامة بن لادن؟ أنا كنت علي سيف العبدلي يتجول. كنت أشتي أيضا من خالد أنه عندما نتكلم على الحكومة وعلى المجالس المحلية، عندما وصلت الطقوم قد كانت عتقبض علي سيف في وسط السوق، من هم الذي تعصبوا معه؟ 400 فرد حاصروا الطقوم. الأمن أمن اليمن بكله، علينا أن نتعاون كلنا ونتكلم عن السيء سيء والمحسن محسن. يا أستاذ يحيى دعني أكمل. أنا أقول أن الانتقائية في تطبيق القوانين تفقد الدولة هيبتها، تفقد الدولة هيبتها. ثم لدينا أمن قومي، أمن مركزي. هؤلاء الأمن القومي بدلا من أن يتنصتوا على التليفون، يا سيدي الرئيس، هذا الأمن القومي الأولى به أن يشتغل في هذه القضايا، الأولى به، المفروض أنه يجمع معلومات ويحدد، الأولى به طالما ولديه الميزانية الكبيرة المفتوحة الغير محاسب عليها، الأولى به أن يشتغل في مثل هذه القضايا. إلا إذا أردنا أن نوظف هذه القضايا سياسيا ونرميها على طرف ضد طرف، فبالتالي شوهنا سمعة البلاد وشوهنا سمعة الأمن. شكرا الوزير. شكرا للأخوة الأعضاء. الواقع أنا أريد أن أؤكد، أولا نحن يا إخوان لا تعتقدوا أننا في الحكومة أو في اللجنة الأمنية أو في وزارة الداخلية ليس لدينا نفس المرارة التي تحس بها الآن فيما يتعلق بعدم ضبط مثل هؤلاء القتلة. أنا أؤكد لكم أننا لدينا نفس المرارة ولدينا نفس الإحساس، وسنعمل ليل نهار ولن نهدأ حتى يقدموا هؤلاء العدالة. وأنا أوضحت لكم أيضا أننا سنقدم علي سيف وغيره من القتلة، ونسوافيكم أيضا بقرار الاتهام الذي سيقدم إلى النيابة الجزائية
خلال فترة أسبوعين، خلال فترة أسبوعين، لحظة لو سمحت لي، خلال فترة أسبوعين سنقدم صورة من قرار الاتهام أمام النيابة الجزائية بالنسبة لعلي سيف ومن معه من القتلة، ونقدمهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة. هذا واحد. اثنين، أريد أن أؤكد للإخوة الأعضاء والزملاء والأصدقاء أنه لا يوجد هناك سر في مسألة ملاحقة علي سيف وغيره، لا يوجد. وأنا أؤكد لكم باسم الحكومة وباسم اللجنة الأمنية العليا الذي بتضم كافة الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع أنه لا يوجد هناك سر في هذه القضية، وإنما هناك مشكلة حقيقية أمنية في هذه المناطق. نحن حاولنا أن نستعين بوحدات من القوات المسلحة، وارتفعت الأصوات عالية من كافة الأحزاب والتنظيمات والمشايخ أننا نريد أن نعسكر هذه المناطق، وصدرت البيانات واتهمت الحكومة أنها تريد أن تعسكر هذه المناطق وأنها تريد أن تستخدم الجيش لضرب المواطنين. حاولنا أن نجهز كتائب من وحدات القوات المسلحة والأمن ونضعها في بعض المناطق لقطع الطرق أمام هذه العناصر الفارة من وجه العدالة، عناصر القتل وعناصر الهدم وعناصر التخريب وعناصر التقطع، وارتفعت الأصوات عاليا من أعضاء مجلس نواب ومن أحزاب سياسية ومن مجالس محلية ومن قيادات ومن فعاليات سياسية، وقالوا أن الحكومة تريد أن تعسكر هذه المناطق، تريد أن تكرر أحداث صعدة، تريد أن تخلق حرب جديدة، وأنها انتقلت من صعدة وتريد أن تنتقل إلى المحافظة الجنوبية لمعركة جديدة. هذا الكلام كتب وقيل وصدرت في بيانات من كافة القوى السياسية ومن الأحزاب ومن التنظيمات. ليس هناك سر، هذا هو السر. يجب أن يعرف الأخوة أنه هذا هو السر. والحكومة في النهاية لابد أن تراعي، لابد أن تتعامل مع هذه التنظيمات، التنظيمات السياسية المعارضة، الأحزاب، الفعاليات، المجالس المحلية، نحن نعتبرها جزء من المنظومة السياسية، نحن نعتبرها جزء من الدولة، جزء من هذا النظام السياسي، وبالتالي مهم جدا أن نراعي مثل هذه الطلبات. وهذا هو الذي وصلنا إلى مرحلة العجز في ملاحقة مثل هذه العناصر. ماذا سيعمل 20 ولا 30 ولا 1000 ولا 200 بأسلحة شخصية في مواجهة هذه العناصر التي تحمل الأسلحة والأربيجي وغيرها؟ نحن نقول يا أخوان أن قضية الأمن كما تفضل بعض الأخوان ليست قضية الأجهزة الأمنية، ليست قضية الحكومة، ليست قضية فقط الحزب الحاكم. قضية الأمن يجب أن هي الأمن. اليوم نحن في الحكومة، اليوم نحن في الأجهزة الأمنية، وبكرة ونحن مواطنين عاديين. اليوم أنتم هنا، وبكرة من سيكون منكم وزير في حكومة قادمة؟ نحن نريد أن نأمن، نريد أن نفرق، رجاء نريد أن نفرق بين القضايا الأمنية، بين استقرار وأمن ومستقبل أطفالنا وأولادنا، وبين 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 العمل السياسي. أنا أريد أن أقول نحن نلتزم لكم اليوم باسم الحكومة أننا لن نألو جهدا، وسنشكل لجنة من الأجهزة الأمنية ونسميها لجنة أزمة لمعالجة ومتابعة هذه القضية بدرجة رئيسية، ونوافي المجلس بنتائج، ونوافي المجلس بنتائج عمل هذه اللجنة. كل شهر، كل شهر يجب سنقدم لكم تقرير من هذه اللجنة، لجنة الأزمة التي سنشكلها لمتابعة هذه القضية، ونقدم لكم تقرير. إضافة إلى أننا خلال أسبوعين سنقدم تقرير الاتهام من النيابة العامة، ربما عبر الأخ وزير العدل سيأتيكم بقرار الاتهام بكافة العناصر على رأسهم علي سيف ومن معه، الذي سنقدمهم للنيابة الجزائية المتخصصة التي سينفذ فيها قانون الإرهاب وقانون التقطع والحرابة، حتى نبعد التفكير والأوهام أن هناك سر، أن هناك سر. ليس هناك سر، السر كما قلت لكم هو أننا ينبغي أن نكون كتلة واحدة، معارضة وحكومة وأحزاب ومجالس محلية وأعضاء مجلس نواب ومجلس شورى في مواجهة أي إخلالات أمنية في أي مكان. وشكرا. تكملة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية. ملف الاتهام خلال أسبوعين يتقدم للنيابة ويوافونا بصورة منه. المتابعة للجنة سواء علي سيف وغيرهم، نمهل الحكومة خلال 3 أشهر تتابع كل متهم وتوصل لنا تقرير أن وصلت وماذا وصلت إليه. شكرا، والجلسة مرفوعة.